بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء صباح الخير. اليوم راح نكمل مملكة سترة من نوبلة شعبة الفطريات البيضية الأوميكوتا. أخذنا ثلاث رتب من عندها اللي هي ليكنديالوس والسابروليكنيالوس والليبتوميتالوس، واليوم راح نكمل الرتبة الرابعة هي البيرونوسبورالس. هاي الرتبة تعتبر أكبر الرتب وأكثرها تطور وتخصص ورقي. نشوف المائشة هنا تنتقل من المائية أو البرمائية مثل ما شفنا برتبة مثلا السابرو الجنيالات. هنا نشوف أغلب الفطريات بالبرينوسبورالس راح تكون مائشتها أرضية تعيش على التراب الرطبة. طبعا هنا رغم أنه تنتقل إلى المعيشة الأرضية لكن شرط أن تكون التربة رطبة أو غادقة بالماء. وأرجع أذكركم بالسبب أنه هنا السبورتس تكون متحركة، الأسكتشوال سبور تكون متحركة بواسطة أصوات، فتحتاج بعملية انتقالها إلى العائل إلى الماء أو تربة رطبة أو غادقة بالماء. هاي المجموعة غالبيتها تكون فاكوليتيف باراسايت أو أوبليجيت باراسايت، متطفلة اختياريا أو إجباريا على النباتات الراقية. قد تعيش على الجذور، تهاجم الجذور، وأحيانا حتى ممكن أن تهاجم الأجزاء الهوائية مثل السيقان والأوراق. تخصصها جدا عالي بعملية التطفل الإجباري، تعيش على نباتات اقتصادية مهمة وسبب لها عدة أمراض خطيرة. عندنا مثلا مرض البياض الدقيق، وعندنا مرض موت البادرات، وكذلك مرض الصدى الأبيض. الصفات العامة لهذه الرتبة مثل ما قلت لكم هي obligate parasite، متطفلة إجباريا، تعيش على النباتات الوعائية، تستقر بين الخلايا. وهنا بما أنه استقرارها راح يكون بين الخلايا يعني بالمسافات البينية اللي بين الخلايا، فهنا راح تحتاج إلى هستوريا أو ممصات، ترسل ممصات إلى داخل الخلايا وتبدي تسحب المادة الغذائية من الخلايا النباتية. هاي الهستوريا بها عدة أشكال، قد تكون كروية، قد تكون مستطيلة، قد تكون بهيئة عقد، وقد تكون متفرعة طبعا تبعا لنوع الفطر المكون إلها. بالنسبة للمايسيليوم أو الغزل الفطري جيد التكوين، لكن هنا يبقى الغزل الفطري بالنوع السينوسايتيك، يكون بشكل مدمج خلوي، بما معنى أنه الغزل الفطري يكون غير مقسم. سينوسايتيك مدمج خلوي يعني تكون الأنوية مبعثرة في داخل الخيط الفطري بدون وجود أي حواجز، لذلك نسميه خيط فطري أسيبتيت أو سينوسايتيك. حقيقية الإثمار من النوع الإيوكاربيك، وعرفتوا شنو معنى هالمصطلح إيوكاربيك، إنه طور الخضري للفطر ما يتحول بالكامل إلى طور تكاثري، وإنما جزء من الخيوط الفطرية الخضرية تتخصص حتى تكون تراكيب تكاثرية أو تراكيب متخصصة بعملية التكاثر. هذه الرتبة تختلف عن بقية الفطريات البيضية بأنه الحوافظ البوغية يعني السبورانجيوسبورا تنفصل عن الغزل الفطري، تنفصل تسقط عن الغزل الفطري.
عند لما تكون ناضجة أو توصل لمرحلة النضج راح تبدي تنفصل تسقط، يلا تبدي السبورات تتحرر من عندها. يعني احنا تعودنا انه الحافظة وهي موجودة على الحامل السبوري وهي موجودة على الغزل الفطري، لما تبدي تنضج تنفتح الحافظة وتبدي تخرج السبورات، لكن هنا تنفصل الحافظة بالكامل عن الغزل الفطري وتسقط، يلا تبدي السبورات تتحرر الى الخارج. بالاضافة الى وجود حالة اخرى وهي انه الحافظة بالكامل تسلك سلوك البوغ الواحد، يعني الحافظة كاملة نعتبرها بوغ واحد. هذا البوغ يبدي كامل لجيرم تيوب وينمو الى مايسيليوم او فطر جديد، وهذا طبعا تعتبر صفة متقدمة موجودة في الانواع الراقية من هاي المجموعة. بالنسبة للتكاثر عندنا نوعين اللي هو الأسكتشول اللاجنسي. طبعا الأسكتشول هنا أكيد بوجود حافظة، هاي الحوافظ تكون أشكالها مختلفة من فطر إلى آخر، يعني قد تكون بيضاوية أو ليمونية، وأحيانا بداخلها تكون السبورات أو الأبواغ تكون كلوية الشكل، كلوية يعني تشبه الكلى أو تشبه حبة الفاصوليا، وبالتالي الصوتين طبعا تكون تحتوي على صوتين باعتبارها تنتمي إلى الفطريات البيضية الأوميكوتا. احنا قلنا أهم صفة في هذه المجموعة أنه السبورس الأسكتشوال تكون تحتوي على صوتين، أحدهما تنسايل ريشي والآخر واي بلاش قرباجي، الريشي يتجه للأمام والقرباجي راح يتجه الى الخلف. هاي الابواغ الكلوية بما انه كلوية فعملية اتصال الاصوات راح تكون من منطقة التقعر وليس في قمة السبور. طبعا الابواغ بعد ان تتحرر تسبح فترة من الزمن بواسطة هذه الاصوات، وبعدها تسكن وتتكيس، تلم الاصوات وتتكيس تسوي انسايستد، وبعدها لما تكون الظروف مهيئة تبدي تكون جيرمي تيوب وتنمو الى مايسيليوم او غزل فطري جديد. بالنسبة للسكشوال نفس ما ورد بهاي المجموعة او الفطريات اللي بالرتب الاخرى، انه هنا السكشوال ريبرودكشن هو من نوع الاوغامي، بالتالي عندنا حافظتين او نوع من الحوافظ المشيجية المختلفة، واحدة من عندهم سميناها الانثريديا والاخرى نسميها الاوغونا. الانثريدا هي اللي تمثل لي المشيج الذكري، والاوغونا تمثل المشيج الانثوي. بكل حافظ طبعا كل حافظة باقية راح تتكون بيضة واحدة نسميها الأوسفير اللي تكون محاطة بالبريبلازم. وبالنسبة للأنثريدة لا، هنا الأنثريدة تكون عديدة الأنوية يعني تحتوي عدة سبيرمات. عملية الإخصاب تتم بواسطة لازم يصير عندي التاتشمنت تلامس بين الأنثريدة والأوغونة، وبالتالي عندي الأنثريدة راح تكون فيرتلايزيشن تيوب أو أنبوب إخصاب، وعن طريق هالأنبوب راح تنتقل الأنوية الذكرية والبلازم إلى خلية البيضة. بعدها راح يتكون عندي الأوسبور أو الزايغوت أو البوغ البيضي. هاي الرتبة تحتوي على ثلاثة عوائل أساسية قسمت اعتمادا على صفات الحافظة السبورانجية وصفات الحامل الحافظي اللي هو سبورانجيا 4. هاي العوائل هي البيثياسي والبرونوسبورايسي والألبوغاينيسي. التصانيف الحديثة بالوقت الراهن وجدوا انه وجود عائلة رابعة سموها البرونو فايتوثريسي اللي هي تربط بين العائلتين الاولى والثانية، لانه تشبه الاولى بكونها غير متطفلة اجباريا، وتشبه الثانية بكونها تملك حوامل حوافظية بوغية محددة وواضحة. العائلة الأولى البيثياسي هنا
الحوامل الحافظية ما تكون مختلفة عن بقية الخيوط الفطرية، تكون تشبهها بالشكل، نموها غير محدود، وأي المعيشة هنا تتدرج بين مائية إلى برمائية أو أرضية. وإذا كانت أرضية فهي تصيب أجزاء نباتية تحت سطح التربة، يعني مثلا بعض الأمراض هنا عندنا مرض الروت روتر ديزيز، تعفن الجذور، وعندنا مرض الدامبينج أو ديزيز اللي هو موت البادرات، وأكيد هنا التكاثر أيضا هو من نوع الأوغامي. ووجود هنا بهالعائلة عندنا نوع من التكاثر ينسب إلى التكاثر الجنسي، اللي هو عن طريق نسميه التكاثر، يعني تكون أبواق بيضية عن طريق التكاثر العذري الباثونوجينيسيس. أهم الأجناس اللي تعود إلى هاي العائلة هي الفايتوفيثورا والبيثيوم. بالنسبة للجنس بيثيوم واللي هو أهم ما يمثل هاي العائلة، بعض أنواعها قد تكون مائية تعيش على الطحالب، والبعض الآخر يعيش بالتراب الرطبة، وبعض الأنواع أيضا قد تعيش مترممة على المواد العضوية الميتة أو متطفلة على بادرات بعض النباتات. المرض الشائع اللي سبب هذا الفطر هو الدامبينج أو ديزيز أو مرض موت البادرات، مثل عندنا الفطر البيثيوم ديبارونيم. الغزل الفطري أيضا من نوع السينوسايتيك، إنه يكون بشكل مدمج خلوي، يعني الغزل الفطري يكون غير مقسم. الحوافظ السبورية تدرج بين مستطيلة إلى كروية، قد تكون طرفية أو بينية. وأثناء نضج الحوافظ السبورية راح ينتج من عدها أو يبرز منها نتوء، يمتد حتى يكون أنبوبة يمر من خلالها بروتوبلازم الحافظة السبورية على هيئة كتلة واحدة، فيتحول إلى فصل ذات جدار رقيق. بعدين يجزء البروتوبلازم إلى سبورات متحركة وتنطلق من الحوصلة بعد انفجارها. يعني احنا قلنا بهاي المجموعة المفروض الحافظة السبورية هنا تستكسلوق البوغ الواحد، لكن في جنس البيثيوم هنا ممكن الحافظة تصير بها عدة انقسامات وتكون لي عدة سبورات متحركة. هاي السبورات المتحركة بعد ان تنفصل الحافظة عن الحامل السبوري راح تنطلق السبورات، تنفجر وراح تنطلق السبورات الى الخارج. بالنسبة للأسكسوال ريبرودكشن عن طريق سبورات متحركة، هاي السبورات كلوية الشكل، يتصل بها صوتين بالجانب المقعر، أحدهما تنسايل والآخر وايب بلاش، تبقى تسبح فترة من الزمن وبعدها تتحوصل أو تتكيس وتحط نفسها بجدار، وبعدها تكون لي جيرم تيوب وتكون عملية الجيرمينيشن، يعني تنمو إلى فطر جديد. وبعض الحالات تتحول المحتويات مرة أخرى إلى سبور متحرك واحد ينطلق من الجدار مرة أخرى. بالنسبة للسيكشوال ريبرودكشن قلنا هو من نوع الأوغامي، نتيجة تلامس حوافظ مشيجية سميناها الأوغونا والأنثريدة. وهنا قلنا اكو حالة انه ممكن البيضة بدون اخصاب تتحول الى البارثينوسبور اللي هو سبور عذري. شو وقت هاي الحالة تصير؟ لما يتعذر وجود انثريدات بالقرب منها، فيحيط السبور البيضي او العذري نفسه بجدار سميك. هذا الجدار السميك قد يكون املس او شائك، وعند توفر الظروف ينبت ليكون غزل فطري جديد. طبعا دائما طلاب البوغ السكشوال او البوغ البيضي يكون مقاوم للظروف البيئية الصعبة، يحتوي على خزين كبير من المواد الغذائية، وهذا الجدار السميك اللي يحيط به سواء كان أملس أو شائك يمكنه من مقاومة الظروف القاسية. إيش وقت ما توفرت الظروف، يعني
ينمو إلى فطر جديد. وهاي الصفات إنه كونه خزين وكونه يحتوي على جدار سميك تساعد على البقاء لفترات زمنية طويلة. هاي عندنا دورة حياة البيثيا. طبعا مجرد أن تقرون دورة الحياة أو اللايف سايكل بالرسم هاي يكون كلش كافي. يعني في حالة طلبها من عندكم بالامتحان ممكن ترسمون الرسم وتأشرون على الأجزاء، كلش كافي ما يحتاج إلى شرح. عندنا هنا خلينا نبدي من هذا السبور، هذا السبور المتحرك. قلنا هنا السبورات الأسكشوال تكون متحركة بواسطة صوتين، أحدهما ريشي والآخر قرباجي. تسبح فترة من الزمن وبعدين تبدي تسوي إنسايست زوسبور. بعد أن يتحوصل يسكن لفترة من الزمن ويبدي بعدها يكون جرم تيوب، وواسطة جرم تيوب يبدي يسوي إنفكشن. هذا الإنفكشن ممكن يصيب للسيد، ممكن يصيب البذرة، وممكن يصيب السيدلينج البادرة. البادرة طلاب هو النبات اللي في بداية نموه أو في بداية تكوينه لما يكون طري، فتكون الأنسجته طرية وقابلة على الاختراق من قبل الفطر. فهنا سواء أصاب الجذر أو أصاب البذرة أو أصاب البادرة راح يكون وين الفطر؟ راح يكون في داخل خلايا النبات العائل. بالتالي راح يبدي يرسل ممصات إلى داخل خلايا النبات العائل ويسحب المادة الغذائية ويبدي يتغذى وينمو ويكبر بالحجم. بعد ما يكبر بحجمه ويكون مايسيليوم، هذا المايسيليوم أو الخيوط الفطرية جزء من عدها طبعا، راح يكون للتراكيب التكاثرية اللي هي عبارة عن حامل سبورانجي وحافظة سبورانجية اللي تحتوي بداخلها على السبورات. يعني عندي سبورانجية فورة وعندي سبورانجية، راح هنا الحامل السبوري والسبورانجية راح تخترق النسيج النباتي وتبدي تخرج إلى الخارج. هنا أنا عندي داينج سيدلينج أو بادرة ميتة بعد أن تموت البادرة. مثل ما تعرفون طبعا هنا البادرة تكون رقيقة جدا وفي بداية نموها، فلما يبدي الفطر يستغل النبات يستغل الغذاء مالتها راح تبدي هاي البادرة تموت، تسقط وتموت، ولذلك المرض يسموه دامبينج أوف ديزيز أو سقوط البادرات. هنا البادرة طبعا هنا السبورانجية، أما قلنا السبورانجية اللي هي الحافظة بالكامل راح تنفصل وتسلك سلوك بوق واحد، تكون لجرم تيوب وترجع تسوي انفكشن من جديد، أو لا تصير عندي في داخل الحافظة عدة انقسامات. هاي الانقسامات كل نواة من عندهم راح تكون لي سبور متحرك. هذا السبور المتحرك بعد أن يتحرر يسوي يسبح فترة من الزمن وبعدها يسوي انسايست، وبعد الانسايست يكون جرم تيوب ويرجع يسوي انفكشن مرة أخرى. هاي الدورة اللي حجيتها هسه نسميها الأسكتشوال. في حالة السكتشوال هنا عندي الخيوط أو الهايفات الفطرية راح تحمل لي الأوغونا والأنثريدة، فراح يصير بيناتهم كونتاكت. بعد أن يتكون كونتاكت الأنثريدة راح تكون فيرتلايزيشن تيوب، فبالفيرتلايزيشن تيوب راح ينتقل البروتوبلازم يصير عندي بلازموغامي، وبعدها تنتقل الأنوية راح يصير عندي كاريوغامي، راح يصير عندي خلط سيتوبلازمي ودمج نووي، بالتالي صار عندي ريكومبينيشن. هنا لما صار عندي هذا الخلط راح يتكون عندي سبور أو زايغوت بيضة مخصبة اللي نسميه هنا أو سبور أو السبور البيضي الناتج عن عملية السكشوال ريبرودكشن. طبعا هنا بما أنه عندي البيضة واحد أن وحادية
المجموعة الكروموسومية، وراح تجينا مجموعة كروموسومية أخرى من الأنثريدة، بالتالي الزايغوت هنا راح يكون عندي 2N ثنائي المجموعة الكروموسومية، فهنا أكيد راح أكون محتاجة إلى عملية مايوسيس أو انقسام اختزالي، وبواسطة هذا الانقسام الاختزالي راح يكون الأوسبور مهيئ لعملية الجيرمينيشن. الأوسبور أما مباشرة يكون عندي جيرميتيوب ويصير عندي عملية انفكشن، أو هنا لا راح تصير بي عدة انقسامات، وهاي الانقسامات راح تحرر لي سبورات متحركة، وهاي السبورات المتحركة تسبح فترة من الزمن بعدها تسوي انسايست وبعدها تكون جيرميتيوب وبعدها يصير عندي انفكشن. هاي الدورة السكشوال. بالنسبة لجنس الفايتوفثورة يشبه جدا جنس البيثيوم، لكنه هنا يصيب نباتات أخرى، والحافظة السبورية هنا لا تكون من حويصلة. النباتات اللي يصيبها عندنا مثلا نبات البطاطا يسبب له مرض اسمه اللايت بليت، مرض اللفحة المتأخرة، إضافة إلى مرض آخر عندنا السترس كينوز كيبوزيس اللي هو مرض التصبغ في الحمضيات. يتميز هذا الجنس بأنه الحوامل الحافظية تكون كاتبة المحور، وتظهر طبعا بعد أن تنمو في داخل راح يخترق الأوراق النباتية، وبعد أن ينمو بداخلها ويستغلها بالغذاء نشوف الحوامل الحافظية والحوافظ راح تبدي تظهر بوفرة من السطح، يعني تخترق نسيج الورقة وتظهر من الثبور السفلية للورقة. ينمو قلنا خلال خلايا العائل، يبدي يمتص المواد بواسطة الهستوريا. بالنسبة للأسكتوال ريبرودكشن يتم عن تكوين حوافظ بوغية، هاي تشوفوها ليمونية الشكل، تخرج من فتحات الأوراق المصابة، ونشوف الأوراق المصابة تحتوي على انتفاخات صغيرة نتيجة لنمو الفطر بداخلها، وأيضا الدرنات في حالة وجودها بدرنات البطاطا راح نشوف الدرنات تحتوي على جروح، وعن طريق هاي الجروح تخرج الحوامل والحوافظ السبورية، وطبعا عن طريق هاي الجروح أيضا راح تحدث إصابات جديدة أخرى. دورة الحياة مشابهة تماما لجنس البيثيوم، أيضا عندي سبورات متحركة، السبورات المتحركة راح تصيب النبات. يعني طبعا هنا مختصرة الدورة، يعني المفروض تتكون سايز وتبدي هنا الفايتوفوتورة ما راح يكون حوصلة مباشرة، يخترق النسيج النباتي. هنا عندنا نسيج نباتي مصاب، أو قد تكون هنا عندي درنة، يعني نبات بالكامل أوراق أو درنات مصابة انفكشن، فهنا راح ينمو الفطر، تشوفون سواء في نسيج الورقة أو في الدرنة راح ينمو الفطر بداخلها، يكون لي جيرم تيوب ويرجع، يعني الوحدات التكاثرية هنا من راح تظهر من نسيج الورقة أو من راح تظهر من الدرنة، أما تكون لي جيرم تيوب مباشرة وتبدي تخترق، أو ترجع تكون لي سبورات متحركة وتخترق من جديد. هذا طبعا الأسكتوال. بالنسبة للسكتوال عندي أنثريدة وأوغونة، هاي فات فطرية مختلفة، هنا مسمي لكم إياها A1 وA2 باعتبار واحدة من عندهم تمثل المشيج الأنثوي والأخرى تمثل المشيج الذكري، فهنا عندي الأنثريدة والأوغونة فيرتيلايزيشن تيوب، وهنا راح يتكون عندي طبعا بعد اكتمال عملية التكاثر الجنسي اللي هي خلط بالسيتوبلازم وخلط بالأنوية وحصل عملية المايوسيس راح يتكون عندي الأوسبور، وهذا الأوسبور راح يكون لي حافظة سبورية، وهاي الحافظة السبورية أما أن تصيب مباشرة أو تكون لي سبورات متحركة، هاي السبورات المتحركة ترجع تسوي انفكشن من جديد.
بالنسبة للعائلة البوغانيسي، المثال أو الجنس اللي يمثلها هو الفطر الألبوغو كانديدا. ميزة هاي العائلة أنه الحامل السبورانجي يكون قصير مثل ما تشوفون هنا، حامل السبورانجية تكون قصيرة، والسبورانجيات تكون بشكل سلاسل انبات السبورانجية يكون بشكل مباشر أو غير مباشر بإنتاج أبواق متحركة. يعني أما السبورانجية بالكامل تنمو مباشرة إلى فطر، أو تكون بداخلها عدة انقسامات، وهاي الانقسامات كل واحدة من عندهم راح تكون لي سبور جديد. أهم الأمراض اللي سببها هاي المجموعة قلنا أفضل مثال عليها هو الأنبوغا كانديدا، يسبب عندنا مرض الفقاقع البيض الوايت بليسترز، وإذا عندنا الوايت ريست الصدع الأبيض على نباتات العائلة الصليبية، يسبب تشوه بالسيقان، وتظهر عندي بثرات بيضاء لماعة مرتفعة على الساق والأوراق والثمار قبل تشقق بشرة العائلة. هاي تشوفون هنا الأنبوغو كانديدا، عندي هنا هاي الحوامل قصيرة، وعندي هاي الحوافض اللي تكون بشكل سلاسل. فأما الحافظة مباشرة قلنا تنمو، سالكمن جيرمي تيوب وتنمو أو لا، هنا تشوفون صار عدة انقسامات بداخل الحافظة، فصير عندي بهالشكل هذا عدة سبورات، بعدها تتحرر من الحافظة، وبعد أن تتحرر تسبح بواسطة السرطان، تسبح لفترة من الزمن، بعدها تبدي تتكيس وتكون جيرمي تيوب. وبعد الجيرمي تيوب طبعا هنا راح تكون مايسيليوم أو فطر جديد، يرجع هذا يصيب نبات جديد أو فطر جديد. عملية الإصابة تصير عن طريق الثغور الموجودة، هاي الستوماتة الموجودة في داخل الورقة النباتية. دايركت هنا عندكم الآي والجي، هي دايركت جيرمينيشن أوف سبارانجية، إنه عند الحافظة، يعني هاي الحافظة مباشرة تكون لي جيرمي تيوب وتنمو إلى فطر جديد. هاي دورة حياته مشابهة تماما للفطرين السابقة، ما عدا أن الشكل يختلف. هذا هو الفطر بهالشكل هذا، هاي الحوامل اللي قلنا هي قصيرة، وهاي الحوافض تكون بشكل سلاسل. هاي عندي السبورانجيات تتحرر بهالشكل، بداخلها راح تكون السبورات المتحركة. هاي السبور المتحركة يسبح فترة وبعدين يتكيس، بعدها يكون جيرمي تيوب، بعدها يرجع يصيب النسيج النباتي، هنا يصير عندي انفكشن. هذا عندي الهوست، هو هاي خلايا او الهوست سيل. هاي بالنسبة للأسكشوال. بالنسبة للسكشوال لا، عندي او اوغونا والانثريدة بعد ان يصير كونتاكت بيناتهم. هنا من يصير كونتاكت وتنحل الجدران، طبعا راح تنتقل انوية السبيرمات الى خلية البيضة عن طريق التيوب هذا اللي نسميه فيرتيلايزيشن تيوب. زين، يعني هنا صار عندي بلازموغامي وكاريوغامي، فهنا صار عندي الاوسبور او البوغ البيضي او البيضة المخصبة الزايغوت. بس هنا نتذكر انه هي دايبلوت فيز، اي 2N، اي ثنائية المجموعة الكروموسومية، فلازم يصير عندي عملية مايوسيس قبل عملية الانفكشن او الجيرمينيشن الجديدة. بعد ان يصير المايوسيس هنا راح يكون الزايغوت او البيضة المخصبة او الاوسبور او البوغ البيضي راح يكون مهيئ ل عملية إصابة جديدة أو دورة حياة جديدة، اللي هي حافظة وحدات تكاثرية متحركة، جيرمي تيوب، وعملية إنفكشن.
العائلة الثالثة اللي هي البرونوس بوريسي، وهي تعتبر أرقى من العوائل السابقة لعدة أسباب. مثلا عندنا الحامل السبورانجي يكون مميز وواضح، السبورانجية تكون مفردة، انبات السبورانجي هنا يكون بشكل مباشر بدون تكوين أباق متحركة، يعني هنا ما راح تكون عندي مرحلة الأباق المتحركة، مباشرة السبورانجية تنمو، تكون جرمتي وتنمو إلى فطر جديد أو ماسيليوم جديد. هنا عندي obligate parasite، تطفل إجباري وإنمو من النوع الإيوكاربيك، وأيضا تمتلك هيستوريا ترسلها إلى داخل خلايا العائل. والمرض الشائع أو المشهور في هذه المجموعة هو الدانيونالدو اللي هو أمراض البياض الزغبي. ناخذ هنا أربعة أجناس تقريبا اللي هي تمثل هاي المجموعة. كل هاي الأجناس طلاب تسبب نفس المرض اللي هو مرض الدانيمالدو أو البياض الزغبي، لكن العوائل مختلفة، يعني كل فطر يسبب هذا المرض على نبات معين. مثلا عندنا السكالروسبورا جيرمينيكولا يسبب مرض البياض الزغبي على النجيليات اللي هي جماعة الحنطة والشعير. هنا هذا الفطر ميزته انه المحور الاصلي يكون شجيري غليظ وقصير ويتفرع القمة ويحمل بنهايته حوافظ سبورية مفردة، وهذا شكله هياته هذا الفطر سكالروسبورا. تشوفون الحامل غليظ وقصير وبالنهاية يصير عملية التفرع، و كل واحدة من عندهم من هاي التفرعات راح تحمل لي حافظة مفردة. الفطر الآخر هو برونوسبورا باراسايتيك. هذا المرض يسبب مرض البياض الزغبي لأفراد العائلة الصليبية جماعة القرنابيط واللهانة. يتفرع الحامل السبوري تفرع ثنائي، نهاية الفرع منحنية، تكون منحنية مستدقة ومدلات وتعطي شكل المخلب، وكل نهاية من عندهم تحمل لي حافظة سبورية واحدة. هذا هو الفطر البرونوسبورة، تشوفون تفرع ثنائي وبعدين عندي تصير تفرعات الأذرع اللي هي تكون مستدقة ومدلات، وكل واحدة من عندهم تحمل لي حافظة سبورية واحدة. الفطر الآخر اللي هو البريمة لاكتيكا، هذا الفطر يسبب لي مرض البياض الزغبي على الخس. يتفرع الحامل السبوري تفرع ثنائي ونهايته تكون منتفخة على هيئة صحن، وعلى حافة الصحن عندي مجموعة من الستريغمات اللي هي الذنيبات، كل واحدة من عندهم تحمل لي حافظة سبورية واحدة. هذا البريمة، هذا فطر البريمة، أيضا عندي تفرع ثنائي والنهاية مالته نهاية التفرع تكون بهيئة صحن تشبه الصحن، لكن هذا الصحن تكون بيه ذنيبات ستريغمات، كل واحدة من هاي الذنيبات راح تحمل لي حافظة سبورية. الفطر الآخر هو البلازموبورا فيتاكولا، يسبب مرض البياض الزغبي في العنب، والحوافظ السبورية تكون رفيعة نسبيا. الأفرع تكاد تكون على زوايا قائمة من المحور الأصلي للأطراف النهائية للفروع، والفروع غير تكون غير مستدقة، عليها نتوءات مستديرة، ويحمل كل فرع في نهايته أيضا حافظة سبورية. وهذا البلازموبورا، هذا عندنا فطر البلازموبورا هذا بهالشكل، هذا عندنا المحور الأصلي، وتشوفون التفرعات تشكل زاوية قائمة بينها وبين المحور الأصلي، وبالنهاية التفرعات راح تحمل لي حوافظ سبورية أحادية. الفطر بلازموبورا فيتاكولاي هو أفضل مثال على هالمجموعة. راح أعطيكم التصنيف كامل مالته، قلنا هو يسبب دانيمالد أوف جراب، البياض الزغبي على العنب. ينتشر هذا الفطر بكل أنحاء العالم، يفضل الأجواء الرطبة،
وما يهاجم الأوراق فقط، وإنما ممكن يهاجم الثمار والسيقان، وما يؤدي إلى قتل نسيج الورقة وسقوطها، ويسبب أيضا تقزم وضعف في المجموع الخضري. طبعا هنا التقزم وضعف في المجموع الخضري ناتج نتيجة أنه هالفطر يبدي يأخذ المادة الغذائية من النبات، فما توصل المواد الغذائية بشكل كامل إلى المجموعة الخضرية، بالتالي يسبب لها التقزم والضعف. المملكة أو الكينغدوم هي الكروميستا أو سترام النوبيلا، الفايلم الأوومايكوتا والكلاس أوومايسيز، الأوردر البيرونوسبورالس فاميلي بيرونوسبوريسي، والجينياس هو بلازموبورا، والسبيشيز هو فيتا كولاي. فيتا كولاي طلاب جاية من نبات العنب، لأن نبات العنب اسمه فيتا كولا، فهنا اسم السبيشيز جاي نتيجة أنه هذا الفطر يصيب نبات العنب. لهنا تكون هاي الشعبة خلصت بعون الله. أتمنى أن تكونون أو تكون المحاضرة مفهومة، وأي سؤال عندكم أني حاضرة. المحاضرة راح تنزل لكم على كلاس، وتنزل أيضا على يوتيوب، وإن شاء الله أي صعوبة أنا مستعدة أشرح لكم أي شيء مواضح. وشكرا جزيلا لحسن إصغائكم.